السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان وايد يسألون الناس متى نطعم، أي أفضل وقت للتطعيم متى؟ يعني عموما منطقتك هي اللي تحدد التوقيت الجيد، ولكن عموما شهر 2 و3 ممتاز، من بداية شهر 2 و3، وأيضا في شهر 9 و10 و11، يعتمد على جوك، مناخك، وضعك. مثلا أنا عندي الوضع دافي، ما عندي برودة عالية، ممكن أطعم هذا التطعيم قبل أسبوع 10 أيام تقريبا، والحمد لله ممكن يتم خامل إلين شهر 2، وممكن يطلع عصارة على حسب الدفع العصاري اللي قادم له. وطبعا أنا تنقيت السرطانات هذه غضة جديدة وقوية ما شاء الله وسريعة في النمو، فأضمن أن التطعيم إن شاء الله يعني ينجح بإذن الله تعالى. مثل ما لاحظ، اللي أبا أقوله أن التوقيت له دور، ومناخك له دور، منطقتك لها دور، جوك له دور، الغصن اللي مطعم عليه له دور، الشجرة عصارتها سحبها للعصارة له دور. أيضا التطعيم في البيوت المحمية طول السنة، البيت المحمي طول السنة ما عندك توقيت معين للتطعيم طول السنة. ليش؟ لأن المكان حرارة دافية، وفي الصيف يكون الحرارة دافية في البيت، إذا كان في طبعا اللي هو يعني اللي يطلع الحرارة من البيت اللي يسمونه اللي هي المراوح وكذا، يكون وضعه طبيعي. ففي البيت المحمي تطعم في أي وقت. أما تسأل عن مثلا توقيتات التطعيم شهر 9 و10 و11 وشهر 2 و3 ممتاز. ليش 2 و3 و10 و11؟ شهر 9 النبات من طالع من صيف وداش على فترة ما قبل الشتاء والخريف، فيطلع أوقات النموات، فمناسب للتطعيم. دائما كيف تعرف أن التطعيم مناسب ولا لا؟ خروج نموات جديدة. دائما يوم تشوف الشجرة تطلع نموات يعني فيها دفع عصاري، يعني ممكن أطعم. فهذا اللي يحكم التطعيم بالمناسبة يعني. أما في البيت المحمي طول السنة تقدر تطعم إذا كان عندك بيت محمي. في الأجواء الطبيعية على حسب المناخ. يعني أنا أعرف أن ما وقت تطعيم، ولكن أنا يعني الله جعل لي أنه مثلا أعرف أنه مثلا الجو دافي، ما هو ذيك اللي يعني ما ينجح فيه تطعيم. وهذا الحمد لله الحين كملنا 10 أيام، خضر بدأ يلتحم ثم نلاحظ، وإن شاء الله أنه بينجح. اللي حبيت أقوله أنه في توقيتات مناسبة جدا للتطعيم، وأنت اللي تحدد هل الوقت هذا يناسبني كمنطقة كمكان. أنا مثلا في الفجيرة أقصى درجة حرارة ممكن أوصل لها في الشتاء 19، وتكون في الليل، وغالبا في النهار 23 24. هذا التطعيم تقريبا قبل 3 أسابيع هذا أنا لاحظ أنه بادي يطلع نمو، بس طبعا لأن الشجرة دخلت مرحلة السكون فبيظل بهالطريقة لين مدة معينة، الله أعلم 15 1 ممكن قبل يبدأ عاد شو يطلع الورق الجديد. اللي أبي أقوله في الموضوع أن التطعيم ما يحدده الوقت فقط، يحدده الشخص، معاملته، تسميده. أنا جيت حطيت هالسماد، أعرف الشجرة شوي بتتحرك، الجو دافي، مثلا نشتة تأخر علينا هالسنة، ما يانا البرد. يعني اليوم تاريخ 16-12 الجو لا زال دافي عندنا في الفجيرة. فهذه أشياء يعني مناخية تحددها لك. بس عموما شهر 2 و3 وشهر 9 و10 و11، 9 و10 خلونا نقول هذا أنسب توقيتات للتطعيم. والله يوفق الجميع.